السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم. من الحسم العسكري والوعيد والتهديد وإعلان ساعات الصفر إلى استجداء التفويض الشعبي، هكذا انتقل مجرم الحرب حفتر في حلم الوصول للسلطة. فهل سيدخل التفويض الشعبي مجرم الحرب حفتر إلى العاصمة بعد أن عجزت طائرات الإمارات وفرنسا ومصر عن ذلك؟ وما هي الظروف التي أجبرت معسكر الكرامة إلى التنازل عن أحلام الفتح المبين؟ وأين ستقف عملية عاصفة السلام بعد نجاحها في تجفيف خطوط الإمداد لميليشيات الكرامة؟ هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عنها صحبة ضيوفنا الكرام، ولكن بعد أن نتابع هذا التقرير. تواصل قوات الجيش الليبي الضغط على ميليشيات مجرم الحرب حفتر في محاور عدة، والتي ركز السلاح الجوي خلالها على استهداف القواعد العسكرية وطرق الإمداد لتلك الميليشيات، بالإضافة إلى فتح محاور جديدة بالحدود الإدارية لمدينة ترهونة، الأمر الذي يعتبر تطوراً كبيراً في سير المعارك حسب مراقبين. سياسياً، عكست المبادرات المتناقضة التي قدمها كل من عقيلة صالح من جهة ومجرم الحرب حفتر من جهة أخرى، عكست حالة التخبط التي يعيشها معسكر الكرامة. فبينما تلخصت مبادرة عقيلة بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي، خرج بعده بدقائق مجرم الحرب حفتر وعلى خطى ملهمه عبد الفتاح السيسي، مطالباً بتفويض شعبي لإدارة شؤون البلاد بالكامل. وبعيداً عما إذا كانت مطالبات مجرم الحرب حفتر بالتفويض لا تعدو كونها رسائل داخلية المستهدف منها عقيلة صالح ومن تبقى حوله من برلمان طبرق، يستمر الدعم العسكري لميليشيات الكرامة بالتدفق انطلاقاً من الإمارات إلى قواعد عسكرية مصرية في الحدود مع ليبيا وصولاً إلى مطارات المنطقة الشرقية. كل هذا الدعم لم يخفي حالة الفشل التي طالت حتى مرتزقة الفاغنر، فتحت عنوان مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر لا تزال تتساقط في إفريقيا، كشف تقرير يعنى بنشاط القوات الخاصة أن إيريك برينس مؤسس شركة بلاك ووتر التقى في وقت سابق بمسؤول في مجموعة فاغنر مقدما عرضا لتعزيز عمليات فاغنر في ليبيا، مؤكدا بأن الروس لا يريدون أن يعترفوا بأنهم بحاجة إلى المساعدة، واصفا أداءهم في إفريقيا بأنهم يسبحون في مياه مجهولة. فما هي الأوراق المتبقية لمجرم الحرب في حربه الفاشلة على العاصمة؟ وهل سينجح حلفاؤه الدوليون والإقليميون في الوصول إلى هدنة تتيح لهم إعادة ترتيب الأوراق التي بعثرها تدخل تركيا؟ مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ويسعدنا أن نرحب في هذه الحلقة بضيوفنا. معنا من استديوهاتنا في مصراتة السيد مروان الدرقاش المحلل السياسي، وكذلك معنا عبر سكايب من فرنسا الدكتور حسين جيدل الصحفي والمحلل السياسي، ومعنا عبر الهاتف العقيد عادل عبد الكافي الخبير العسكري. أرحب بكم ضيوفي الكرام جميعا، وأبدأ معك سيد مروان الدرقاش من مصراتة. بداية، يعني هذه المبادرات التي أعلنها عقيلة صالح ثم تلاها حفتر ببيان طالب فيه بإسقاط اتفاق الصخرات والمؤسسات التي المنبثقة عنه، هل ترى في هذه المبادرات تناقضا ما بين شقي الكرامة السياسي والعسكري؟ وفي أي سياق تأتي هذه المبادرات من وجهة نظرك؟ نعم، تحية طيبة لك أستاذ عبد الرحمن وللضيوف الكرام وكذلك لمشاهدي قناة التناصح. واضح جدا التخبط داخل معسكر الكرامة، وهذا التخبط بالتأكيد ناتج على الظروف الموجودة على الأرض. يعني الآن مضى أكثر من عام على مغامرة حفتر الفاشلة التي كان
يقمح من خلالها لاحتلال العاصمة طرابلس والسيطرة على ليبيا بالكامل في خلال ساعات معدودة أو أيام قليلة. أيضا يعني تغير ميزان القوى الواضح بعد التدخل التركي وبداية الانهيار الذي تشهده قوات خليفة حفتر في المنطقة الغربية، سواء كان في ترهونة أو في مناطق مدن الساحل الغربي أو في قاعدة الوطية التي تشهد قصف عنيف أدى بالفعل إلى خروج الكثير من الميليشيات التي كانت بها والتي كانت تؤيد خليفة حفتر. أيضا هذه الهزائم المتتالية وهذه الانتكاسات التي منيت بها ميليشيات خليفة حفتر وضعت المحور السياسي في عملية الكرامة في حالة حيص بيص، يعني لا يوجد الآن في داخل عملية الكرامة أي خطة استراتيجية أو خطة سياسية يمكن أن يتحد حولها أقطاب هذه العملية. والقطبين الأساسيين في عملية الكرامة طبعا هما خليفة حفتر زعيم هذه العملية وهذه الميليشيا، وعقيلة صالح الذي يمنح الشرعية لهذه العصابات ويعطيها الغطاء السياسي والغطاء الشرعي أمام العالم على الأقل، لأن الشرعية داخل ليبيا عند الليبيين. هذه المبادرات يعطيها الشرعية أمام العالم. نعم سيد مروان درقاش، هذه المبادرات أفهم منها أنها هي دليل على ارتباك وتخبط داخل صفوف الكرامة جراء الضربات المتتالية التي واجهتها لها قوات بركان الغضب، خاصة بعد عملية عاصفة السلام. لكن السؤال، يعني كيف تقول أن هذه المبادرات هي متناقضة؟ يعني ما هي أوجه التناقض فيما بينها والارتباك الذي ترى؟ واضح جدا الارتباك والتناقض في المبادرتين، مبادرة عقيلة صالح والطلب الذي طلبه حفتر. عقيلة صالح يتحدث عن تعديل في المجلس الرئاسي وحكومة توافقية، بينما يتحدث خليفة حفتر على تفويض كامل لحكم البلاد يجعل منه حاكما عسكريا لليبيا ومفوضا لإدارة أمور الدولة لفترة انتقالية محددة. إذن لا شك أن المبادرتين يعني لا تصبان في نفس الخط، وإنما أن مبادرتين متضادتين أو ربما مختلفتين اختلاف كامل. ما يمكن ملاحظته على هذه يعني هذا التخبط أن خليفة حفتر نعم تابع سيد مروان تابع ما يمكن ملاحظته هو نعم ولكن نعم ما يمكن ملاحظته على مسألة التفويض التي يطالب بها خليفة حفتر أنها ليست المرة الأولى خليفة حفتر يطرح هذا الطرح، وهو تفويضه كحاكم عسكري لليبيا. سبق له ذلك بعد تحرير مدينة بنغازي أو استيلائه على مدينة بنغازي، طرحت فكرة التفويض وعملت لها الخيم والمراكز لتجميع التوقيعات وثبت فشل هذه الخطة. لماذا يعيد حفتر هذا الأمر الآن؟ بالتأكيد يعيده لكي يغطي على الهزيمة العسكرية التي مني بها. هو يريد أن يقول للعالم الذي يقول له بأنك هزمت عسكريا أنه لديه تفويض من الشعب الليبي وأنه لا زال يملك يعني داعمين ومؤيدين من داخل الشعب الليبي، ها هم يعطونه التفويض. ولكن نعم. حتى هذا الخيار الذي ذهب إلى حفتر خسره بعد خروج نعم سأعود إلى هذه النقطة تحديدا. نعم. سيد مروان لأسألك يعني عن ما الذي يمكن أن يقدمه له هذا التفويض الذي يدعو إليه ولم تقدمه له إمكانيات الإمارات ومصر ومخابراتها وفرنسا وروسيا إلى آخره. لكن دعني أتحول قبل ذلك إلى ضيفي الدكتور حسين جيدل. دكتور حسين جيدل، يعني لعلك تابعت هذه المبادرات التي خرجت من خليفة حفتر ومن عقيلة صالح، يعني الملاحظة أن أو المعروف أن تيار الكرامة أو هذا الصف هو مدعوم من قبل دول إقليمية هي التي تقود هذا المشروع، على رأسها الإمارات والمخابرات المصرية
يعني ومن وراءهم من دول يعني قوى كبرى دولية يعني كفرنسا وروسيا. ويعني يلاحظ هذا التخبط الذي أشار إليه مروان الدرقاش، يعني كيف تفسر ذلك؟ هل هذه المبادرات جاءت بناء على تعليمات من المخابرات المصرية أو من القيادة الإماراتية لهذه العملية ويقصد من ورائها هدف ما كخلط الأوراق مثلا أو غير ذلك، أم أن فعلا كما وصف مروان الدرقاش صف الكرامة على كافة المستويات متخبط وليس لديه أي استراتيجية للتعامل مع هذه الهزائم التي مني بها؟ تحية لك ولضيوف الكرام والإخوة المشاهدين. ما قاله السيد مروان الدرقاش فيه كثير من الصحة، ولكن لا أوافقه الرأي عندما يرى بأن هناك تخبطا أو تناقضا بين عقيلة صالح وحفتر. لو رأينا العرض الذي قدمه عقيلة صالح وخاصة بخصوص الوضع الجيش كما يعتقد، عندما يبقى مجلس النواب ويبقى الجيش كما قال بأنه فوق كل لا يمكن أن ينتقد، وأن الجيش لا يمثله رجل وإنما يمثله ما اقترحه من مجلس رئاسي من 3 أعضاء، نرى أنها نفس الفكرة التي جاء بها حفتر، ولكن تقدم من طريق ما يسمى بالشرعية التي حصر عقيلة صالح في البرلمان. أعتقد أن كل مرة كلما تلقى حفتر هزيمة عسكرية كلما أخرج هو أو داعموه فكرة سياسية أو الرجوع إلى الحوار السياسي، وهذا هذه خطة معروفة أن أولا محاولة تغطية على الهزيمة، ولكن الذي يهم هو محاولة التشويش على الوضع السياسي ومحاولة استقطاب إعلامي لجعل فكرة الحل السياسي هي الحل وليس العسكري، ما دام حفتر قد خسر المعركة على الأرض إلى حد الآن. إذن هذه محاولات القصد منها التشويش على الانتصار العسكري، ثم بعد ذلك محاولة إرسال رسالة إلى داعمي حفتر بأن حفتر لم ينتهي، وإلى جنوده أو بقية من جنوده بأن لم نخسر المعركة، نحن لازلنا نستطيع أن نفرض ترتيبات على الطرف الآخر الذي يدعي أنه انتصر، أي على المقاتلين على الأرض. أظن هذه هي الاستراتيجية التي أرادها حفتر، ولكن الفكرة التي جاء بها عقيلة صالح كانت منذ حوالي تقريب 2 شهر، عندنا معلومات تتكلم عن هكذا فكرة، وهو أن دول داعمة لحفتر وخاصة الإمارات والسعودية وحتى فرنسا يؤيدون فكرة إلغاء أو تعليق الاتفاق السياسي وجمع دمج الحكومتين في حكومة واحدة تسند لشخصية جديدة غير السراج وغير الثني وغير حفتر، أي إخراج خطة يتم بموجبها إخراج السراج وحفتر من المشهد كشخصيتين والإتيان بشخصية آذر. وكانت لنا معلومات عن تحركات يقودها والفضيل الأمين وخالد الغويل وعبد الرزاق العرادي وغيرها، والتي تحاول ترشيح شخصية معينة، طبعا من أجل إعادة هيكلة المعلومات أن هذه الشخصية هي محمد برغاثي سفير ليبيا في الأردن. نعم دكتور حسين جيدل، أنت ذكرت أنك تخالف السيد مروان الدرقاش في كون هذه المبادرات متناقضة، وهي دليل على الإرباك والارتباك داخل صفوف معسكر الكرامة وخاصة شقيه العسكري والسياسي، لكنه يعني دلل على ذلك بدليل يعني ربما هو مقنع إلى حد كبير لدى كثيرين، وهو أن حفتر طالب بالتفويض للحكم لحكم ليبيا، ولكن عقيلة صالح طالب فقط بتعديل المجلس الرئاسي الذي يكون لديه يعني صلاحية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بينما أعطى لحفتر صلاحية ترشيح وزير للدفاع. فألا ترى بأن في ذلك نعم فعلا تباينا وتناقضا ما بين الطرحين؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن فقط عقيلة صالح الكل يعرف بأن عملية التفويض عملية مستحيلة، هذه انتهت مع ذهاب الاتحاد السوفيتي، لم يعد
يوجد شعب على وجه الأرض يمكنه أن يفوض رجلا بحكم البلاد، هذا غير مقبول. وعلى هذا الأساس أنه هذه هي الصورة، صورة الزعيم التي حاول تقمصها حفتر ويريد المحافظة عليها بشكل آخر. الفكرة التي يمكن التعامل معها هي فكرة عقيلة صالح، إسقاط الاتفاق السياسي مع، ولكن عندما يتكلم عن اتفاق سياسي يستثني مجلس النواب، يقول إنه الهيئة الشرعية الوحيدة، معنى ذلك إسقاط الأجسام الأخرى، إسقاط المجلس الرئاسي وإسقاط مجلس الدولة، مجلس الأعلى للدولة، هذه الأجسام التي جاء بها الاتفاق السياسي. إذن التناقض بين، أنا لا أرى تناقضا، لأن عقيلة صالح فيما طرحه من مشروع يقول إن الجيش سيكون غير فوق أي نقد إطلاقا، فوق أي نقد إطلاقا. اتضحت هذه الفكرة دكتور حسين جيدا، لكن يظل شق سؤالي فيما يتعلق بالدول الإقليمية الداعمة لحفتر وأجهزة المخابرات التي تدعم هذا المعسكر، معسكر الكرامة، والتي تقود فعليا هذه الثورة المضادة. إلى أي مدى ترى أن هناك ارتباط أو يعني تعليمات جاءت إلى حفتر أو إلى عقيلة صالح من أجل الخروج بهذه المبادرات، وما هي أهدافهم من وراء ذلك؟ أنا لازلت أعتقد بأن الدول الإقليمية الداعمة لحفتر لم تضع حدا أو لم تيأس من فكرة انتصار حفتر. لماذا؟ لأنها ليس لها حل آخر، ليس لها، لقد جازفت كثيرا وغامرت كثيرا ودفعت الكثير من الأموال، وعليها لابد لها من الوصول إلى موقع بحيث يكون لحفتر دور كبير، إن لم يكن الحاكم على الأقل يكون له دور كبير في المعادلة السياسية. المعطيات الآن تقول بأن حفتر خارج اللعبة، لذا رأينا أن السراج وبشاغة يتكلمون عن أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال الجلوس مع حفتر نهائيا، انتهى حفتر، انتهى ولا يمكن الجلوس معه. إذن هؤلاء يدفعون بفكرة الحل السياسي، لأن الحل السياسي كلما طرحت عملية سياسية كلما أريد بها تبريد الجبهة العسكرية، تشويش على الجبهة العسكرية. على ذكر الجبهة العسكرية، نعم، على ذكر الجبهة العسكرية، واتضحت هنا فكرتك الدكتور حسين جيدل، واسمح لي أن نتحول إلى العقيد عادل عبد الكافي الخبير العسكري. عقيد عادل عبد الكافي، بداية أبدأ معك بالأوضاع العسكرية الآن في مختلف محاور القتال، خاصة في محيط مدينة ترهونة، يعني يبدو أنها تشهد يعني من حوالي يومين هدوءا نسبيا يعني في الاشتباكات والتقدمات. كيف تنظر وتقيم لنا الوضع الحالي في محاور القتال؟ تحية طيبة لك أستاذ عبد الرحمن، وكذلك لضيوفك الكرام ومشاهدين قناتكم. نقول البعض أن يصفه هدوء عسكري أو نقول حالة جمود، على العكس لازالت العمليات العسكرية مستمرة. الطيران يقوم بعمله حقيقة لتحقيق عدة أهداف، وأهمها أو على رأسها هو نقول تكسير وتحطيم القدرات القتالية والإمكانيات العسكرية لعصابات الكرامة ومرتزقاتهم، تضييق الخناق، تقليم الأظافر من حيث عدم يعني نقول وصول إمدادات، وبالأصح المصطلح الصحيح وهو تجفيف منابع تمويل هذه العصابات والمرتزقة باستهداف جميع خطوط إمدادهم، لنظرا الآن لم يعد لديهم القدرة على الحصول على إمدادات بكميات كبيرة. أصبحت هنالك بعض العربات التي يحاولون أن يمرقونها من بعض المعابر أو من بعض الممرات حتى لا يستهدف السلاح الجوي الليبي، ولكن حقيقة السلاح الجوي الليبي الآن يعمل على مدار الساعة في الليل وفي النهار لرصد أي تحركات. كذلك نقول سلاح الاستخبارات أيضا يعمل على جلب المعلومات، سواء كان من المنطقة الشرقية أو المنطقة الوسطى أو حتى أي تحركات في المنطقة نقول الوسط الواقعة في تخوم العاصمة طرابلس وترهونة، وكذلك المنطقة الغربية، حتى يكون هنالك بنك أهداف كامل
فلذلك العملية العسكرية لازالت مستمرة، ولكن عملية تقليم الأظافر أو تكسير العظام التي ينتهجها الآن السلاح الجوي الليبي هي لتمهيد الأرض أكثر لوحدات البرية والقوة المساندة للتقدم بأريحية من خلال إحداث أكبر قدر خسائر. لازالت ترهون محاصرة ويتم استهداف بعض المواقع بها، قاعدة الوطية كذلك يتم استهدافها في حالة رصد أي تحركات، كذلك المنطقة الوسط باتجاه الوشكة وأيضا جنوب سرت أو في محيط سرت لازالت مستهدفة، منطقة بني وليد التي توفر بعض الإمدادات والممرات الآمنة لهذه الإمدادات لازال يتم استهداف. فهذه العملية تجري على قدم وساق حتى يتم تجفيف حقيقي لمنابع تمويل هذه العصابات الإجرامية، حتى يكون هنالك عملية انقضاض على أهم معاقل لخليفة حفتر وهي ترهونة، وكذلك المعقل الاستراتيجي الهام قاعدة الوطية بالتوازي مع أيضا الجفرة، وأيضا مرورا بمدينة سرت التي آوت تنظيم الدولة سابقا والآن تأوي عصابات الكرامة وتوفر لهم الدعم. نعم نعم عقيد عادل، يعني هو لا شك ربما اتفق المراقبون على أن ميليشيات حفتر في المنطقة الغربية لليبيا تحت وضعها حرج جدا وتحت ضغط شديد من قبل قوات بركان الغضب وخاصة سلاح الجو الليبي الذي يقطع عنها خطوط الإمداد ويقصف تمركزاتها. في هذه الأثناء يخرج حفتر ببيان يطلب فيه تفويضا من أجل رئاسة ليبيا، لا يتحدث فيه عن هذه العملية العسكرية، عن الفتح المبين، عن دخول طرابلس في غضون 48 ساعة، في ما الذي جرى في ساعات الصفر المتتالية من أجل تحرير طرابلس حسب قوله، وإنما يطلب تفويضا من أجل حكم ليبيا. أنت كخبير عسكري يعني كيف تقرأ خطاب وكلمة مجرم الحرب حفتر؟ هو خطاب المهزوم. طبعا خليفة حفتر يحاول أن يغطي عن الهزائم العسكرية التي نالها على يد قوات الجيش والقوة المساندة مصحوبة طبعا بسلاح الجوي في ظل الاتفاقية الأمنية والعسكرية والاقتصادية التي برمتها دولة ليبيا مع دولة تركيا، وحدث على أثرها تطور كبير حقيقة ونوعي في استخدام حتى نقول الجيل الخامس في الحروب من طائرات المسيرة دقيقة الإصابة بقذائف ذكية بصواريخ موجهة بدقة، يحاول أن يغطي عن حجم الخسائر. يعني عندما نتحدث عن يوم سقط فيه ما يقارب عن 120 قتيل تابعين لعصابات الكرامة بمرتزقتهم في محور الوشكة، هذه أيضا ناهيك عن محاور الوسط التي تقع في تخوم العاصمة طرابلس وأيضا ترهونة، كذلك الوطية استهدافات باستمرار تحدث على أثرها خسائر. هذا فلذلك هو يلجأ إلى هذه المناورات اللي تحاول محاولة طبعا عدم فقدان ثقة أنصاري في المنطقة الشرقية بتحريك بعض ضعاف النفوس وأيضا من الذين يعني يعنيهم ملء جيوبهم بالأموال وبالوعود الكاذبة، يحاول من خلال هذه العناصر أن وكذلك بالقبضة الأمنية من خلال عناصرها الموالية في المنطقة الشرقية أن لا يفقد حاضنته أو شعبيته المتواجد في المنطقة الشرقية لكي يستمر في نزيف الدم الذي يقوده أو الحرب الأهلية التي يقودها ما بين الوطن الواحد. فلذلك هو يلجأ إلى هذا النهج، وهذا النهج أنا أشرت إليه سابقا، أحيانا حتى الدول المستقرة تنتهج نفس هذه السياسات في إحداث يعني نقول خلل في مطلب أساسي للمواطنين أو للمدنيين حتى تلهيهم به، ولذلك هو يلجأ إلى هذه الألعاب حتى يحاول أن يلهي أهالي المنطقة الشرقية عن حجم القتلى في صفوف أبنائهم، لأن بالتأكيد الهزيمة العسكرية الشاملة والتي سينالها خليفة حفتر وعصاباته سيكون لها تداعي انعكاسات سلبية على تواجده هو وقياداته في المنطقة الشرقية، لأن الأهالي ربما يعني يتغاضون اليوم أو في ظل القبضة الأمنية أو خوفا أو رهبة أو نقول تأييدا، ولكن سيأتي وقت ما وقريب لن يكون هنالك يعني صمت هذه الخسائر. واضح. نعم اتضحت الفكرة عقيد عادل عبد الكافي، وكلامك هذا فعلا يدفعني بعد الفاصل للرجوع إلى ضيفي مروان الدرقاش لأسأله يعني عن ما الذي يمكن أن يقدمه له هذا التفويض الذي طلبه حفتر ولم تقدمه له الإمارات ومصر من إمكانيات
على في المجال العسكري أو على الصعيد العسكري. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، ثم نعود لنواصل هذه الحوارات. بجهاد وجداد ادفع كيد الأعداء والعواد، اسلمي 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 طول المدى، إننا نحن الفداء. ليبيا 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 يا بلادي أنت ميراث الجدود، لا رعى الله يدا تمتد لك، فاسلمي إن على الدهر جنود، لا نبالي إن سلمت من هلك، وخذي منا وثيقات العهود. إننا يا ليبيا لن نخذلك، لن نعود بالقيود، قد تحررنا وحررنا الوطن. ليبيا 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 يا بلادي يا بلادي بجهاد وجهاد ادفع كيد العادي والعوادي، واسلمي اسلمي 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 طول المدى، إننا نحن الفداء. ليبيا ليبيا ليبيا. اللهم يا معين المجاهدين ويا ناصر المظلومين، انصر وثبت أقدام إخواننا وشبابنا المرابطين. اللهم كن لهم عونا وظهيرا، هيئ لهم من لدنك وليا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من حواراتنا الرمضانية، وأجدد الترحيب بضيوف الكرام جميعا. ومباشرة إلى السيد مروان الدرقاش المحلل السياسي في مصرات. السيد مروان، كنت يعني سألتك قبل الفاصل حول هذا التفويض الذي طلبه حفتر، ما الذي يهدف إليه من ورائه؟ يعني هل هذا يمكن أن يقدم له ما لم تقدمه له إمكانيات دول وقوى إقليمية ودولية كبرى، ويحقق بذلك نصرا عسكريا يواجه به هذه الهزائم أو يقلب به موازين المعركة، أم أن لديه هدف آخر يريد أن يقول أنني وإن هزمت عسكريا لكني لازلت موجودا سياسيا، لدي أنصار في المنطقة التي أسيطر عليها، ولدي مؤيدين لا يزالون يرغبون بوجودي وباستمراري، وبالتالي يريد أن يواجه أي ضغوط ربما حتى من حلفاء الإقليميين من أجل إزاحته؟ نعم عبد الرحمن، أنت تسأل السؤال وتجيب الإجابة. هذا يعني هذا ما سأقوله بالفعل. يعني حفتر رغم الدعم الكبير الذي يلقاه من الإمارات ومصر ومن روسيا والمرتزقة الذين يجلبهم من كل مكان، والأموال التي تضخ له من السعودية ومن غيرها من الدول، إلا أنه فشل في تحقيق فكرته التي تبني استراتيجيته على أن التغيير يحدث بالقوة. حفتر من الضباط الذين شاركوا في انقلاب 69، نجحت تلك المحاولة وغيرت النظام السياسي في ليبيا لأكثر من 4 عقود، وكان التغيير بالقوة بالانقلاب العسكري. هو يريد أن يحقق هذا الأمر، هذا التغيير بنفس الاستراتيجية وهي استعمال القوة. ولكن بعد عام كامل أو أكثر من العام الآن ثبت بأن هذا الأمر غير مجدي، وأنه بالرغم الدعم الكبير لأنه فشل في الفعل في احتلال طرابلس وفي تغيير المشهد السياسي في ليبيا بطريقة العنف وبالقوة. وهذا يظهره طبعا أمام المجتمع الدولي وأمام العالم بأنه فاشل، وأنه لا يستطيع بالفعل أن
يحكم ليبيا، لأنه كان هو ومن يدعمه يظهرونه بمظهر الجنرال القوي، أو كانوا يسمونه رجل ليبيا القوي، أي الذي يستطيع أن يفرض رؤيته ويفرض حكمه بالقوة، وهو أقوى رجل موجود على الساحة. العام الماضي المنفرط بيّن للعالم أجمع بأنه بالرغم الدعم كله إلا أن هذا الرجل فاشل، أنه لا يستطيع أن يحتل مدينة مثل طرابلس، ليست تلك المدينة الكبيرة أو الصعبة في احتلالها، بالرغم من الدعم الكبير والمرتزقة والأموال التي تصب عليه. إذن هنا يجب البحث عن سيناريو بديل لتقديم نفسه وإقناع العالم به، وهذا السيناريو الآن يتجه إلى التفويض. هو يريد أن يقول للعالم بأنه شخصية مرغوب فيها في ليبيا، وأنه يحظى بدعم كبير، دعم شعبي كبير. هو الآن يضغط على مجلس النواب في طبرق ليقوم بتفويضه حتى ينال الشرعية المطلقة، لأنه الآن هو تحت شرعية مجلس النواب. كل العالم يعطي حفتر نوع من الشرعية لأنه معين كقائد عام للجيش من القائد الأعلى، وهو عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في طبرق الذي يعترف به العالم. يعني الآن عندما يقوم هذا المجلس النواب بتفويض حفتر والخروج من المشهد السياسي، هنا تحدث عملية نقل للشرعية من مجلس النواب إلى حفتر، ويصبح حفتر في أذهان الكثير من الدول، خاصة الدول التي تدعمه، شرعي، لأنه تم تفويضه من السلطة الشرعية في ليبيا وهي مجلس النواب. إذن مجرد الحديث عن التفويض هو إعلان لفشل الخيار العسكري. حفتر بخروجه وطلبه التفويض هو يعلن بأنه قد فشل عسكريا، وللأسف طيب. أيضا وهو من حسن الحظوظ، يعني أن حتى في التفويض فشل حفتر. يعني هو طلب التفويض، هذا ما كنت يعني خرج يعني بعض أنت ربما استبق سؤالي أنت هذه المرة وأجبتني قبل أن أسألك. نعم كنت أريد أن أسألك في هذه الحالة فعلا، يعني ما مدى نجاح حفتر؟ هل نجح حفتر فعلا في إظهار نفسه كشخص مرغوب به يعني في ليبيا من أوساط عريضة مثلا من الشعب الليبي، خاصة بعدما شاهدنا مشاهد كثيرة لمظاهرات تخرج وترفع صوره وتهتف به كرئيس لليبيا؟ هل فعلا نجح حفتر في إظهار نفسه بالصورة التي يريدها؟ وأيضا لدي سؤال فيما يتعلق بكلامك الضغط على مجلس النواب، هل يمكن فعلا أن يضغط على مجلس النواب بحيث يفوضه؟ ما مدى إمكانية حصول هذا السيناريو الذي أشرت إليه؟ العالم كله يعلم بأن سيطرة حفتر في المنطقة الشرقية هي سيطرة مطلقة، وأنه لا يستطيع شخص مهما كانت له من قوة أو نفوذ قبلي أو اجتماعي أن يرفع رأسه بمعارضة حفتر في المنطقة الشرقية. ولذلك يعني مصير سهام سرقيوة هو جاهز لأي نائب أو أي زعيم قبلي يرفض إملاءات خليفة حفتر. لذلك العالم ينظر إلى الجانب الآخر، ينظر إلى المناطق الغربية والمناطق الوسطى في ليبيا، هل ستستجيب إلى هذا التفويض أو لا تستجيب؟ إذا استجابت ربما يعني بأن حفتر بالفعل يعني يحظى ببعض الشعبية في ليبيا. ولكن المعلوم أو المعروف لدى العالم أجمع بأن حتى المناطق الغربية التي ساندت حفتر في حربه على طرابلس هي ساندته من أجل العداء لتيار فبراير، وليس من أجل أنها تعترف به كقائد عام أو تعترف به بأنه يمكن أن يتولى شؤون البلاد. لماذا؟ لأن مثلا مدينة ترهونة ومدينة بن وليد ومدينة سرت والزنتان وغيرها كلهم يعني يقاتلون مع حفتر، لأنهم لديهم عداء مع النظام الموجود في طرابلس، وليس لأنهم متفقون مع حفتر. وهذا الأمر يعرفه العالم أجمع، وخاصة يعني أنصار النظام السابق. أنصار النظام السابق يقاتلون مع حفتر لأن لديهم مشروع سياسي خاص بهم يريدون فرضه عند الدخول لطرابلس، ولا يعنيهم مشروع الكرامة ولا مشروع خليفة حفتر. الآن عندما طلب خليفة حفتر التفويض جاءت الاستجابة في المنطقة الغربية، معلش يا عبد الرحمن، جاءت الاستجابة
أنت لم تدعني أكمل الفكرة. عندما طلب التفويض جاءت الاستجابة في المناطق الغربية، نعم جاءت الاستجابة في المناطق الغربية على يعني عكس ما طلب حفتر، يعني مدينة الزنتان خرجت ورفضت هذا التفويض ونعتت حفتر بالمتمرد، يعني في سرت خرجت قبائل سرت ورفضت التفويض لحفتر وفوضوا سيف الإسلام، في بن وليد نفس الشيء رفضوا تفويض لحفتر وفوضوا سيف الإسلام. يعني في كثير من المناطق التي يوجد فيها نفوذ للنظام السابق رفضوا هذا التفويض معلنين أن دعمهم لخليفة حفتر للخيار العسكري ليس من أجل أن يتقلد هو أمور البلاد، ولكن لأن لديهم مشروع أيضا هم يريدون أن يكون له وقع على الأرض. إذن فشل الخيار العسكري، وهو أيضا خيار التفويض يفشل أمام العالم بالكامل، ويظهر حفتر بأنه لا غير مؤهل لقيادة البلاد سواء عسكريا أو سياسيا عن طريق التفويض. نعم واضح إجابتك واضحت، وأعتذر منك ومن وأنبه حتى ضيوفي الكرام أن هناك تأخر ربما في الصوت يحدث شيء من الإرباك، لكنك سيد مروان الدرقاش لم تجبني حول إمكانية حصول سيناريو تفويض مجلس النواب الذي يترأسه عقيلة صالح لحفتر وتسليمه الصلاحيات رئاسة البلاد، هل هذا ممكن أم لا؟ حتى أنتقل لحسين جيد دكتور حسين جيد. لم أستمع جيدا لسؤالك أستاذ عبد الرحمن. سألتك حول إمكانية حصول هذا السيناريو الذي أشرت إليه، وهو أن بسبب ضغوط حفتر على مجلس النواب الذي يترأسه عقيلة صالح يقوم هذا المجلس بتفويض حفتر في رئاسة البلاد، ما مدى إمكانية حصول هذا السيناريو؟ نعم، حتى لو حدث هذا السيناريو أعتقد بأن الكثير من أعضاء مجلس النواب الذين ينتمون لمدن قاتلت مع حفتر ولكنها ترفض هذا التفويض لن يفعلوا ولن يفوضوا، وحتى لو فوضوا بالقوة في المنطقة الشرقية سيعودون إلى مدنهم ليرفضوا هذا التفويض. وهذا حدث، يعني عبد السلام نصية ترك مدينة طبرق وجاء إلى الزنتان وخرج في بيان مع قيادات اجتماعية في الزنتان ورفض هذا التفويض. أيضا هناك يعني نواب كثيرون الآن موجودون في طبرق، لو تم إخضاعهم بالقوة لمنح التفويض سيعودون إلى مدنهم ويعلنون براءتهم من هذا التفويض. أعتقد بأن الآن بدأت تتضح الرؤية أو التحالف، شكل التحالف الذي كان بين خليفة حفتر وبين هذه المدن وهذه القبائل كان من أجل حسم عسكري والدخول لطرابلس ثم اقتسام الكعكة. الآن حفتر يريد أن يأكل الكعكة وحده قبل الدخول إلى طرابلس، وهذا مرفوض من حلفائه. نعم واضح سيد مروان الدرقاش، دعني أتحول للدكتور حسين جيد. الدكتور حسين جيد وأعتذر على يعني التأخر معك في هذه الأثناء، يعني خرج بيان مشترك بالأمس لدول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على صعيد وزراء الخارجية وكذلك الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة ويحث على الرجوع إلى محادثات السلام، هل يعني هذا البيان يأتي تجاوبا مع المبادرة التي أطلقها خاصة عقيلة صالح من أجل إعادة هيكلة المجلس الرئاسي ربما للتمهيد لشيء من هذا القبيل، وما هي الأهداف الحقيقية وراء هذا البيان؟ نعم هذا البيان جاء دعما لحفتر يعني بكل وضوح، لأن يطلبون هدنة عندما يكون حفتر هو الخاسر، ولا يطالبون بنفس الهدنة وبنفس القوة. لابد أن نقرأ البيان والعبارات التي صيغت به، عندما كان حفتر يقصف المدنيين ويقصف المستشفيات ويقتل الأطفال لم نرى طلبا شديدة اللهجة بهدنة مثل ما رأيناه في هذه الآونة. هذه الدول تدعم حفتر وخاصة فرنسا وإيطاليا، ولابد أن نذكر بأن دعوة حفتر ودعوة عقيلة صالح في اعتقادي وأعتقد أنها إرهاصات لآخر عملية كبيرة جدا سيقوم بها حفتر في الأيام القادمة. لماذا؟ لأن ما يصل الآن من مرتزقة ومن أسلحة لحفتر شيء كبير جدا
إذا كان حفتر الذي يخسر كل مرة العسكري المعركة عسكرية، لماذا نقوم بالتحشيد لهذه الدرجة؟ لابد أيضا أن نتذكر بأن الدول الأوروبية لا تريد أن تعطي لحكومة الوفاق ولمن يدعمها من المقاتلين فرصة أخرى أو انتصارات عسكرية أخرى، لأن هذه الانتصارات العسكرية الأخرى ستعطيها قوة سياسية أخرى، وهذا بالضرورة يدعم تركيا، وهم لا يريدون أن يكون الفضل لتركيا التي ستكون في المستقبل سيكون لها دور في المشهد الليبي باعتبارها غيرت من موازين القوى وجعلت من الخضوع لحل سياسي أو الذهاب إلى حل سياسي أمرا ممكنا. قبل هذا لم يكن الأمر ممكنا إطلاقا، لأن حفتر كان يريد حلا عسكريا ولا يريد شيئا آخر. هذه النقطة تحديدا، ألم يتغير موقف الاتحاد الأوروبي من الدور التركي عقب هذه الانتصارات التي حققتها قوات حكومة الوفاق وقوات بركان الغضب؟ البرلمان الأوروبي مثلا صرح بأنه يؤيد الدور التركي في ليبيا ويرحب به، وكذلك يعني تحدث المبعوث الاتحاد الأوروبي لدى دول المغرب العربي بنفس الشيء، يعني قال أن الاتحاد الأوروبي يرحب بالدور التركي ويراه دور مهم. فهل هناك تغير في موقف الاتحاد الأوروبي من الدور التركي، أم أنه لا يزال على موقف العداء كما يعني تتحدث الآن؟ لا، هناك الموقف العداء موجود. أولا البرلمان الأوروبي لا يلزم الدول، أنا أتكلم عن سياسات الدول التي تملك وسائل الدعم الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية، أما ما يقوله البرلمان الأوروبي فهذا لا يلزم الدول إطلاقا ولا يعكس مواقف هذه الدول. عندما يتكلم المبعوث الأوروبي إلى شمال إفريقيا عن دور تركي لا يسوغ به مثل هذه الطريقة، وإنما يقول أن الأتراك لعبوا دورا الآن في تغيير الخارطة في ليبيا ويمكن الآن أن نذهب إلى حل سياسي، لكن العداء لتركيا لا زال موجودا. الأوروبيون لن يقبلوا إلا مرغمين ومضطرين أن يكون لتركيا دور في المنطقة وخاصة في ليبيا، لذا سيحاولون قدر الإمكان بالزج بالذهاب إلى ما يسمى بهذا التمويه أو تبريد الجبهة العسكرية لمحاولة الحد من انتصارات الثوار والمقاتلين في المنطقة الغربية، لأن هذه الانتصارات العسكرية هي أيضا انتصارات سياسية، وهذه الانتصارات السياسية كما قلت يعود فيها الفضل الكبير إلى الأتراك، وهم لا يريدون أن يحدث هذا. لماذا؟ لأن المعلومات التي تأتينا من الجهة الأخرى، الأوروبيون عندما اقترحوا عملية إيني كان هدفهم الوحيد هو الحد من النفوذ التركي في المنطقة وليس الحد من دخول الأسلحة، بدليل أن المنطقة الشرقية لليبيا تدخل الأسلحة بكميات كبيرة جدا، والأوروبيون لا يحركون ساكنا ولا حتى ينددون بذلك. ونرى هذه الأيام الأخيرة حشود عسكرية كبيرة جدا والرمي بالمرتزقة إلى ليبيا، كما رأيتم منذ يومين أو ثلاث المحاكمات التي تمت في مالطا، المرتزقة الذين يمرون إلى ليبيا عن طريق مالطا. إذا لا أعتقد أن الموقف الأوروبي تغير، وإنما الأوروبيون الآن مجبرون على التعامل مع تركيا والتعامل بطريقة أخرى مع حكومة الوفاق. إذا أحسنت حكومة الوفاق استغلال هذه الفرصة وهي فرصة هذه الانتصارات الأخيرة. نعم، دعني أتحول إلى عقيد عادل عبد الكافي. عقيد عادل، ربما استمعت إلى ما تحدث به ضيفي، خاصة ضيفي دكتور حسين جيدل. هدف الأوروبيين الآن هو محاولة تبريد الجبهة الداخلية من أجل إنقاذ حفتر والضغط من أجل الوصول إلى هدنة. هل يمكن قبول حكومة الوفاق وقوات بركان الغضب بهدنة مع ميليشيات حفتر في هذا التوقيت بالذات الذي تحدث فيه في لدى ميليشيات حفتر تصل فيه كميات كبيرة من الذخائر وهناك تحشيد كبير كما أشار دكتور حسين جيدل؟ نعم، أتفق مع السيد حسين جيدل فيما ذكره بخصوص الاتحاد الأوروبي أو المجتمع الدولي عموما في غض الطرف
وغض بصره عن تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى الأراضي الليبية، رغم وجود تقارير من خبراء تابعين لمجلس الأمن والأمم المتحدة ذكرت وسمت دول بعينها تدعم خليفة حفتر بالمرتزقة وكذلك بالأسلحة، وعددت من خلال تقريرها جميع هذه الآليات أو الأدوات التي تم دعم بها خليفة حفتر، ومع ذلك لم نرى أي يعني موقف جاد من الاتحاد الأوروبي أو حتى من المجتمع الدولي. حتى قرار مجلس الأمن 25/10 لم يخرج أو لم يتبع قراره 25/10 بآلية حازمة بخصوص هذه الدول، ولا بخصوص حتى نقول الأدوات التي استخدمها خليفة حفتر كالمرتزقة والأسلحة التي يستمد من هذه الدول الداعمة له. لذلك نقول عندما توفرت الإرادة الليبية الحقيقية من خلال قيادات الجيش والقوة المساندة في دحر هذا العدوان، وسواء كان الإقليمي ولا المحلي المستخدم من خلال خليفة حفتر وضباعه في المنطقة الشرقية والجنوبية والغربية، تحققت الإرادة التي طالما يتطلع عليها كل ليبي حر ويريد لليبيا أن تستقر وأن يحقن دماء الليبيين وأن يحقق حلمه في دولة يعني نقول مستقرة وتزدهر. فمن خلال هذه الإرادة نرى الآن تبدل المواقف الدولية، سواء الاتحاد الأوروبي الذي بدأ يخرج ببعض القرارات التي حقيقة لا تسمن ولا تغني من جوع، سواء كان بعملية إيرني ولا غير من هذه العمليات، رغم تحدث الناطق يعني باسم هذه العملية أن هذه العملية تشمل الأجواء، نقصد الحدود البحرية وكذلك الأجواء وأيضا الحدود البرية، ولكن لم نرى أي أدوات فعلية على الأرض بخصوص يعني تفعيل مثل هذه الاتفاقية للحد من تدفق الأسلحة. إلى الآن نحن نتحدث عن خط الإمارات لا زال مفتوح ويتم دعم خليفة حفتر من خلال طائرات يتم رصدها عبر المواقع المعنية. في ظل هذا الدعم، في ظل هذا الدعم اللامحدود الذي تقدمه الإمارات والطائرات التي تتوالى بالذخائر والتحشيد الذي تحدث عنه حتى ضيفي دكتور حسين جيدل، هل يمكن أن تقبل حكومة الوفاق وقوات وكان الغضب بهدنة في هذه الظروف، أم أن قوات بركان الغضب وحكومة الوفاق قد حسمت أمرها بضرورة كسر هذا المشروع وإنهائه وأنها ماضية قدما لعملية عاصفة السنة؟ نعم، بمباركة سياسية حشدت قيادات قوات الجيش الليبي والقوة المساندة من خلال عملية عسكرية واسعة وشاملة بخصوص السيطرة على المواقع الاستراتيجية الثلاثة الهامة، قاعدة الوطية وترهونة والجفرة، والآن هذه العملية تنفذ بدقة وتسير بخطى جيدة جدا في تجفيف منابع تمويل هذه العصابات، أيضا تحقيق السيطرة الهامة على هذه المواقع الاستراتيجية من خلال تنوع التكتيك في المباغتة في 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 السباق مع الزمن، كذلك في السرية التامة، ونجحت هذه العملية حقيقة، سواء كان تحدثنا عن 6 مدن الساحل وأيضا إحكام السيطرة على قاعدة الوطية باستمرار استهدافها، وكذلك ترهونة التي أصبحت وكر، سواء كان لهذه العصابات التابعة لعملية الكرامة أو مرتزقتهم أو حتى وباء كورونا الذي بدأ يتفشى من خلال المرتزقة الروس والأفارقة، كذلك التعامل مع منطقة الوسط باتجاه الوشكة والجفرة أو خطوط الإمداد من بن وليد. العملية العسكرية حقيقة لا زالت تسير بخطة ثابتة وجيدة وتحقق أهدافها، الإرادة توفرت وسواء كان على الصعيد العسكري أو السياسي في دحر هذه الميليشيات على صعيد المنطقة الغربية والوسطى، وصولا أيضا إلى المنطقة الجنوبية والشرقية من خلال تكليف غرفة عمليات اللواء ركن عبد السلام جدالة بغرفة عمليات منطقة الشرقية بأن يتم توسيع الدعم. من كلامك أكيد عادل أن عملية عاصفة السلام مستمرة ولن توقفها دعوات الهدنة التي تطلقها الدول الأوروبية خاصة الداعمة لحفتر من أجل ربما إلقاء طوق نجاة له. أشكرك جزيل الشكر عقيد عادل عبد الكافي الخبير العسكري على تواجدك معنا عبر الهاتف، كما أشكر كذلك دكتور حسين جيدل الصحفي والمحلل السياسي كنت معنا عبر سكايب من باريس، وأشكر ضيفي المحلل السياسي مروان الدرجاج من استديوهاتنا في مصراتة، والشكر موصول إليكم أعزائي المشاهدين على طيب متابعتكم، إلى أن نلتقي بكم مجددا، دمتم في أمان الله وحفظه.